حقق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، المركز الثاني في الفئة العمرية لمجموعته في سباق أبوظبي للترايثلون العالمي الذي أقيم في أبوظبي، وسط مشاركة كبيرة من أبطال العالم والمصنفين الأوائل والهواة، حيث شهدت الجولة تنافسا عاليا في المسابقات الثلاث المعتمدة بالسباق، وهي الجري والسباحة والدراجات الهوائية. وأنهى سموه سباق في زمن وقدره 3 ساعات و85 دقيقة و55 ثانية، مضيفا إلى سجله نتيجة إيجابية في هذه المشاركة بعد تقديم مستويات طيبة خلال الجولات الثلاث في المسارات المعدة للسباق. وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد قامت بتوزيع المشاركين على مجموعات بحسب الفئات العمرية، فيما أقيم سباق المحترفين للرجال والسيدات في الفترة المسائية. ويعد سباق أبوظبي النسخة الثانية من سباقات الترايثلون العالمي لعام 2016 المؤهلة لأولمبيات ريو دي جانيرو بالبرازيل الصيف المقبل. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته بتحقيق هذه النتائج وسط الكم الهائل من المشاركين، مشيرا إلى أن السباق يعد تجربة ناجحة للاستعداد لبطولة الترايثلون المقبلة في ظل تجربة الإمكانيات المتاحة ومعرفة الطرق السليمة للتعامل مع هذه الأجواء. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمشاركة البحرينية في البطولة عبر مجموعة من الشباب المتحمس وعبر فريق الحرس الوطني وبالنتائج التي تحققت في هذه المشاركة، مؤكدا أن الشاب البحريني يحمل ثقافة رياضية رفيعة ويتميز بروح عالية، وقد أثبت خلال مشاركته الأخيرة مدى الوعي الذي اكتسبه من رياضة الترايثلون والسعي إلى التميز والحصول على مزيد من فرص المشاركة، مشيرا سموه إلى تقديره لهذه الحيوية الشبابية الرائعة. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن رياضة الترايثلون بدت تستهوي العديد من الشباب البحريني لكونها رياضة فريدة من نوعها وذات تحد تنافسي مثير رغم صعوبة أجوائها، مؤكدا سموه أن ثمة مستقبلا يبشر بالخير وفيه الحصاد الوفير من النتائج والتميز، خصوصا في ظل انخراط المزيد من أبناء المملكة في الترايثلون وحرصهم على خوض مختلف المشاركات الخارجية. وفي الختام قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتتويج أبطال مسابقة الرجال للمحترفين، وذلك بدعوة من مجلس أبوظبي الرياضي الجهة المنظمة لهذه الفعالية العالمية، تقديرا منهم لدور سموه الحيوي في هذه الرياضة ونشرها في المنطقة. حاولت أضغط قد ما أقدر، قدرت أحقق الوقت اللي أنا أبغي اللي هو تحت الأربع ساعات، والله الحمد في 3 ساعات و58 دقيقة، معناته المؤشرات الحمد لله كلها على الأخضر. نعم، يعني أفضل أرقامك وين جبتهم، في السباحة ولا الجري ولا لا؟ اليوم أنا قلت لك أنا باتم أجرب، فما كنت خايف من الدفع الزيادة على السيكل، فكنت أروح أكثر من أرقامي على الدراجة. وجدت نفسي في البداية قافل، أعطيت روحي فرصة أني أسخن شوي، عقب 10 كيلو فتح النسم فتح العضل، والله الحمد قدرت أحقق أكثر ما أنا أتوقع. ما تضايقت من الممرات اللي كانت ضيجة بالنسبة لك؟ لا والله، الممرات يعني اللي ضايقني فيها بس شيء واحد، لأن كل شيء 4 لفات، السيكل 4 لفات، الجري 4 لفات، فمن بعد اللفة الثانية نبتدي نصيد البطاقة
في الدراجه والبطئين في الجري، فهذا شوي اعطانا عائق ان احنا نقعد نتجاوزهم، وكان خطر شوي لان احنا مسرعين وهم ماخذين الامور بهون.